أولا تحية للجميع ومتزكي، يعني خديت هذا المسار الميدالي لأنني أولا ضحية ديال السطو على الاستثمار ديالي، وكما تعرفون أن ظاهرة السطو يعني سيدنا نزل بواحد الرسالة واضحة المعالم. احنا كنا من أنا والمناضلات مشكورات ديال التنسيقية ولولاد الجمعية، واليوم صراحة يعني بينوا نساء مغربيات بينوا صراحة أشنية المرأة المغربية اللي أنا واكبت معاهم المسيرة النضالية، والإعلام والشرفاء وكل من انخرطت ضد الظلم. واليوم بانت بأن المغرب يعني فيه واحد ظاهرة ديال الاغتناء يعني بالسطو على ممتلكات، تدمير الأسر، تدمير ما كيهمهمش، يعني واحد الأشخاص اللي هما عديم الدماء مصيبة كحلة تسلطوا على هذه البلاد. ولهذا فالسطو على السطو فيه السطو مادي أو معنوي، يعني يمكن يكون شركة، يمكن استثمار، يمكن عقار، يعني كاين المغرب تعرف اليوم كاين طرق الردع من طرف القضاء، من طرف السلطات، من بعد الرسالة والتجنب. متزكي أنا جيت للمغرب من أوروبا، أنا والزوجة الإيطالية في التسعينات، واستثمرت أنا هو مولا فازا، استثمرت جبت رزقي وكل شيء والعقد ديالي، وها هو أول إشهار مرخص من إيطاليا في الإيكونوميست في 98 بأنني أنا الموزع الحصري الإيطالي الشركة ديالي. ثانيا أنني مسجل في الملكية الصناعية والتجارية كموزع حصري، واستثمرنا يعني من خيالي، يعني باش تاخذ واحد الزبون 1400 زبون مرجان أسيمة، اللي يعني الأسيمة ومرجان ديك الساعة كانت يطلع لنا 30000 درهم من المرجان باش تدخل دغوا دغونطري، و 22000 درهم من الأسيمة، هذه غير باش تدخل على باش لي غوندول لي، ودخلنا كاع لهاد قاعد العمل الجبار، جعل من جبنا واحد الفاليو غاجوتي في الجودة لواحد السوق اللي هو كان فيه الثقافة ديال القهوة، ولكن كان خاص المغاربة الجودة، يعني ما كانتش الجودة، وحنا تجاوبت معهم بهذا الاستثمار. ففي 2005 كنت فاجأ بواحد الكاتبة بالناس تيعيطوا ليا كيقولوا لي بعتي، بعت الشركة ديالي لواحد منافس. ومنين جيت بحثت أصدقاء قلنا راه السيدة اللي الكاتبة ديالك اللي كانت هي كتبع الزبناء راه اتصلت بينا من عندهم وقالت لنا بأنهم باعوا، والآخرين بداو كيوزعوا منتوج فيه سمية لافازا. أنا هذاك الشيء ما بقاوش طلبيات، مشيت شفت الأضرار، أولا عيطت لواحد المحامي ودرنا واحد الخبرة ديال الأضرار هذيك الساعة، عندي خبرة قضائية ديال عشرات المليون ديال الدرهم، مليار اللي وبركت معاهم، قلت لهم ودي واش عندكم شي عقد؟ لا عندكم شي عقد خليوني نمشي لإيطالي، يعني هذا أنا عندي الوثائق دي. بدوا كيضحكوا عليا، يعني شفت أنا بأنهم يعني هذا الشيء استهتار. قلت لهم غادي أنا فهمت شكون نتوما، ولكن راه تحتوا مع واحد يمكن واحد الرقم صعيب عليكم. فدخلنا مشيت حطيت شكاية الوكيل العام، استمعوا لهم الضابطة القضائية، ها هما المحاضر وكيقولوا بأنهم لا يتوفرون على أي عقد، يعني واحد راكب لك على مشروعك وما عدوا لا عقد لا والو. أنا اتصلنا أنا كاتب عام ديال الاستثمارات إيطالية في المغرب، ألبرتو لافازا شخصيا تيقول لك أودي أنا راه ما عندنا حتى علاقة، وأكثر من هذا قال لك واش يعقل بأن أنا غنمشي نعطي لواحد المنافس ديالي المنتوج ديالي، يعني غريبة. فدخلنا لهاد المغامرة الأليمة اللي تسلطت علينا بلاد لي بيغات. في 2007 من بعد المواجهة كنجي للمحكمة اللي كاين، وصراحة لقيت هذاك الشيء ما مفهومش. ففي 2007 تم الاعتقال ديالي من وسط المحكمة، وتلفقت لي تهمة وخديت البراءة في الاستئناف وخرجت. من خرجت أنا تنبحت لقيت بأن هذاك السيد اللي حكم اللي ترأس الجلسات زور هذاك الحكم مزور باش هذا دخلوني، يعني هادو كيستعملوا أحكام باسم صاحب الجلالة
باش يدمروا واحد باش يحيدوا ليه رزقه باش نعرفوا في المصلحات. ولهذا فأنا خديت هذا المسار النضالي باش نقلب هذه الطبلة، بأنه ما يمكنش يمسوا السدة العالية بالله ويلطخوها باش يسرقوا بها. ولهذا أنا ما نفكش معاهم في هذا الشيء. منين خرجت قدمت شكايتي للمجلس الأعلى هذيك الساعة وصيفتها بالاختصاص لوزير العدل ضد هذا الزور، وجاو معايا المفتش العام. المهم هذاك الشيء عندهم كلهم على هذه المقررات. الغريب في الأمر أن هذاك القاضي كان في الابتدائية مني مشى الملف ديالي الاستئناف تحول الاستئناف وطلع دابا للنقد ولا متعين في النقد. أنا منين هذه خبرة ديال 10,000 درهم 10 مليون درهم في 2005 ديال الأضرار قضائية. منين في 2011 قدمنا قالوا لي قدم شكاية مباشرة حيدنا هذا قدمناها. خرجت خبرة، القاضي عين خبرة خبير هو الكاتب العام ديال الخبراء، واستغرقت واحد العام ديال الدراسات هي بحكم قضائي تمهيدي يعني باسم صاحب الجلالة، وخرجت 3 مليار ديال الأضرار. يعني هي خبرة ديال 3 مليار ديال الأضرار، استمع الشهود وكل شيء. من بعد القاضي طماطول في الجلسات وطويلة وهذه، قال لك أودي جيب لينا واش نتا هو باقي الموزع. جبنا له العقد، العقود هي راه عنده العقود موثقة ماشي من المحكمة ديال طورينو، من لافازا ومن القنصلية، من القنصلية المغربية في طورينو. يعني منين شافوا دخلوا الحكم باش حكم عليهم 6 شهور موقف التنفيذ و100 مليون عوض 3 المليار اللي خبر. لاش عينتي قاعد الخابر الاستئناف لا ميم شوز. هاد الاشخاص دابا انا الملف ديالي صاحب الجلاله، انا بعثت لسيدنا باش اولا لانني انا مناضل ومستثمر ومواطن صالح، ناضلت في هاد السنين اللي ما اشتغلتش، ناضلت وفكيت الكثير انا والمناضلات معايا، فكينا بزاف حنا وراء باش تفضحوا وباش تجاوب معنا سيدنا برساله ملكيه واضحة المعالم، هادشي معروف وما غاديش نزكاو. المهم ان هاد الناس هادو الخطير في الامر انه ناصبين على الدولة المغربية، يعني هادو كيهربوا العملة وقبطاتهم الجمارك وعطاتهم دائرة ديال 42 مليار، جوج شركات هما لاصقين في نفس السياسة يتحيد وغادي يتحيد. هذا هو الهدف. أنا مبقاش تهمني شي حاجة، من 2005 وأنا كنتعذب وكنناضل ومن صحتي ومن كل شيء. ولهذا فحبا في هذا الوطن والملف ديالي أنا جات لجنة رفيعة المستوى دات كل شيء. اللي باش ما سيدنا حكم قال لي ما عندكش الحق أنا قابلها، تزوير مقررات دولية رزقي دمروا لي حياتي، ما دمروهاش قووني صراحة باش محكم قال لي عندك الحق مرحبا، ما قال لي ما عندكش الحق أنا قابلها، ولكن سيدنا لأن هذو مقررات قضائية وما يمكنش هذو يبقوا في هذه البلاد لأنه منافس. ما يمكنش يتم غالية الشيء بهذا الوتيرة. أنا جيت شنو درت؟ واش أنا جاي أنا مواطن صالح جبت استثمار خدمت معايا الناس، كيفاش نتحارب في الوطن ديالي من عديم الدماء؟ كيفاش يتسرق ليا ديالي؟ يعني العباد هذا هو اللي خلاني وليت نشوف ناس المنزل ديالو كيديوه ليه وكيشردوه. منين ولا هذا خرجت للنضال وهذا الشيء بدراسات، حنا تنشخصوا الاجرام وكنفضحوه ما كنخليوش شي حاجه، والراي العام تيشوف وتيفيق. وهذا هو النضال البنيوي، ماشي النضال بالكين هذا كيسكر هذا كيصلي هذا كيسكر هذا وطالقين علينا وهما الدول البلاد باعوا شراو. لا، النضال البنيوي هو ما تكونش مسياس، مجتمع مدني باش انت كتمشي تقول هذا وي تقول هذا لا، ماشي انت مجرور. ما يمكنش تكون مسياس. انا لست مسيس، لا انتمي لاي حزب، انا مواطن مجتمع مدني. ولهذا سيدنا تجاوب معنا المجتمع المدني سلطة حقيقية لتوازن السلطات، وكنستند السلطة ديالي من خطاب ملكي وعليه. فنحن في النضال
وكنتمنى الشفاء يعني لصاحب الجلالة، والله يطول له عمره وصحته هي الأولى أمام كل شيء. وتحياتي يا أخوتي المغاربة. سؤال أخير، شكون يخليك أنت كتكلم الآن على 2005 يعني تواريخ قديمة بزاف، شكون يخليك تصبر هاد السنوات كاملة 15 سنة؟ يعني ماشي سهل، ماشي سهل الإنسان أنه يصبر ويبقى تابع واحد الخيط. أنا السؤال الجزيرة كانت طرحته لي في 2011 من جات شافت دارت لي عليا وثائقي على الصوتو في الوثائقية، وسولني قال لي واش غادي تغادر أو لما غتغادر. أنا السفير الإيطالي عز زوجة إيطالية منين شافوا هذا العذاب قال لي غطلع لبلادك. قلت له في لاريزيدونس ديال السف، قلت له سون التيس واش سون اكسيلونس واش مني كان لي نازي شادين ايطاليا واش لي بارتيزون هربوا وجاو لي لارم؟ ما خويش الوطن ما يمكنش. وما سميتيش دول قبرين، لانني انا هاجرت مره وخدمت وقريت وخدمت وجبت رزقي، كيفاش انا يتحيد ليا كل شيء ونمشي لقدام ويد الله؟ ما يمكنش، كان قبر واحد غيكون هنا ما يمكنش. تحياتي. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.